لحم الكف معكم اكيد ومع الشيف حسين، ونشوف هلا كمان الوصفه وين صرنا فيها. صباح الخير وتحيه طيبه لكل المشاهدين ولما كنتوا عم بتتابعونا. المطبخ اليوناني اليوم اخذ مجد ومداه معنا، السلطه اليونانيه والارض شوكه كمان اليونانيه انا بلشت فيها، حاطط هون بالطنجره مثل ما بلشنا انا وياكم. بتاني فقره البصل الناعم مع الثوم الناعم، الجزر ولحمه الموزات، وهلا جينا نحن للطحين بنحط رشه من الطحين طبعا بعد ما كنا حاطين رشه صغيره من الفلفل الابيض ورشه صغيره من البهار الاسود المطحون. اوكي، لكن عندنا بصل ناعم، زيت زيتون وزبده، بصل ناعم، ثوم ناعم، لحمه موزات، وايضا الجزر. فينا نحط نحن هون مشاهدينا فينا نحط الفطر مش غلط، وفينا نحط كمان حيلا نوع من انواع الخضار مع ما عندنا اي مشكله. اوكي، لكن عندنا بالطنجره على النار طبعا هون نحن بدنا نحكي شوي عن اللحمه. اذا ما في عندنا لحمه موزات او اذا نحن مستعجلين على طبختنا كثير فينا نجيب لحمه الفيليه او لحمه الفوفيليه او حيلا نوع من انواع اللحوم الطريه نستبدلها بلحمه الموزات لحتى تستوي معنا دغري. بس انا بنصحكم بلحمه الموزات لان كثير طيبه مع الطبخ او طبق عربي او اجنبي، بس بالطبخ كثير طيبه لحمه الموزات مثل الارضي شوكه. هلا بنجي انا وياكم بنقطع كعب الارضي شوكه بهالشكل هيدا. طبعا هون نحن عم نحكي كعب الارضي شوكه هيدا اذا جبناه مفرز ما بنعمل له شيء، بس بنشيله وبنقطعه. ولكن اذا كان بموسم الارضي شوكه طبعا بعد ما نكون شايلين نحن الورق عنه من فوق وايضا اخدين الكعب ومنطفين الكعب، بدنا نحضر وعاء قدامنا بقلبه طحين وايضا بقلبه مي وشوي من عصير الحامض لحتى يضل محافظ على لون البياض للارضي شوكي او كعب الارضي شوكي. في طبق كمان هلا رح نحضره انا وياكم، جبنه الفتة مع البصل وايضا مع البندوره، رح نحط لها شوي من قشره الخيار. ليه بدي احط قشره الخيار؟ لان كل الفيتامينات بتكون موجوده بالقشره الخارجيه للخيار طبعا بعد ما نكون نحن مغسلين الخيار ومعقمينه منيح من الرمل. طيب لكن كعب الارضي شوكه بضل في عنا الكزبره اليابسه، الكزبره الخضراء اللي هي انا مغسله وايضا محضره على جنب لحتى نضيفها بس تغلي الطبخه. بنجيب الملح بنعدل ملح الطبخه طبعا هون نحن فينا نحط محل مرقه محل المي، فينا نحط مرقه لحمه او فينا نحط مرقه دجاج. هلا كنا عم نحكي من شوي انا ورلا عن المرقه، لازم نحن حيلا نوع من انواع المرق دجاج او لحمه او سمك على طول يضل في عنا بالفريزر. كيف بده يضل في عنا بالفريزر؟ في عنا طبخه ما بدها لحمه ولا بدها دجاج، بس بدها مرقه. نعطي مثل على الشوربه، الشوربه عاده على طول بدها مرقه، فنحن هون على طول بنسلق نحن الدجاج، عظام الدجاج او جلد او الرقبه، حتى السمك فينا نسلق عظام السمك وايضا نخليهم. كيف بدنا نسلقهم؟ طبعا نسلقهم لتطلع المواد الزفره على الوجه، بنشيل الزفره بنحط المواد المعطره اللي هي البصل، الكرات، الكرافس، الورق الغار او عود القرفه وهالمطيبات. بنشيل المرقه بنصفيها وبنحطها على جنب لحتى تبرد. بعد ما تبرد فينا نحطها نحن باكياس خاصه للفريزر نحطها نتلجها. وقبل الطبخه بنعرف مثلا مثل اليوم في عندنا ارضي شوكه، بنشيل من امبارح المرقه من الثلاجه بنحطها بالبراد لحتى نستعملها اليوم. طبعا ما بنشيلها بنحطها على المجله او بنحطها بالمطبخ لان تتكاثر فيها البكتيريا، فبنشيلها من الفريزر للبراد وايضا نرجع نستعملها بطبختنا. بالطنجره الثانيه في عندنا الرز الابيض المفلفل اللي بلشت فيه من بدايه الحلقه، اللي حطيت الزبده مع الرز الابيض طبعا رز الهندي. هون نحن فينا نعملها ايضا بالرز الامريكاني.
هلا بنيجي للسلطه، نحضر السلطه انا وياكم. في عنا الخس العربي لحتى السلطه اليونانيه، انا مغسله وايضا معقمه، نشيل شوي الكعب و بهالشكل، كمان نشيل شوي من الروس. منجيب الصحن لحدنا، فينا نحط الصحن هون، الخس بهالشكل، ناخد شوي من الخيار، حتى فينا نقطعها كيوبات صغيرة ما عندنا أي مشكلة. أوكي، كمان بدنا نحط لها البندورة. هلا هون طبعا نحن بنشوف قد ايه هيدا الطبق شادد، نقدر نرخيه. اوكي، انا رح اعمل نوعين من البندورة، رح احط بندورة كيوبات وايضا رح احط البندورة كمان الشرائح مثل ما عم نشوف. كمان بحطهم بهالشكل فوق الخس وايضا الخيار. هيدي الصلصة رح تكون صلصة الزيت والحامض، طبعا هي اطيب شيء، ولكن نحن فينا نستعمل الخردل وايضا الحامض، بس انا بنصحكم واصلا هي اصولا واساسا بهيدي الصلصة. اوكي، احط البندورة بهالشكل هيدا، كمان في عنا الجبنة، بس خلينا نشوف طبختنا شو صار فيها على النار. اللي نحنا حطينا من بداية الحلقة زيت زيتون، شوية زبدة، بصل ناعم، ثوم ناعم، جزر، لحمة موزات، قلبتهم كلهم سوا مع بعض لحتى استوى. حطيت رشة طحين وضفت المرق أو الماي وضفت مكعبات الكعب الأرضي شوكي. طبعا هون إذا الأرضي شوكي كانت طازة بدنا نقليها مع اللحمة لحتى كمان تستوي، ونقلبها أيضا مع الماي. ليكو هون هلأ شو عنا، عنا جبنة المعزة مثل ما خبرتكم، فينا نحن نعملها بول وايضا فينا نتركها مثل ما هي. هي عادة بدها جبنة فتة، وانا اليوم مستعمل جبنة الماعز. نحطهم بهالشكل هيدا، طبعا هون نحن فينا نحطهم كمان بالسمسم وايضا بالكمون بالبابريكا كمان بحبة البركة وايضا العقدة الصفراء، فينا نعملهم بكذا لون ايضا بزينونا الطبق مش غلط. اوكي، لكن عندنا خس، عندنا خيار، عندنا بندوره، وعندنا فليفله، فينا نحط الفليفله كمان، نحط فليفله ملونه، ما بدنا ننسى البصل، ما بدنا ننسى طبعا الزعتر، وما بدنا ننسى زيت الزيتون وعصير الحامض اللي هن بيعطوا النكهة طيبة. طيب ليكو هون شو رح اعمل هلا، هون عم حط رشة صغيرة كمان من الكزبرة اليابسة، طبعا فينا نحط رشة اوريجانو وايضا مثل ما خبرتكم رشة سمسم، وايضا فينا نحط رشة من
حبة البركة، فينا يعني نلطهم بحبة البركة. اوكي كمان عندنا الفليفل بهالشكل هيدا، و بيضل في عنا البصل. طيب كمان بصل نعمل الرونديل ومنوزعهم على الصحن، يعني ما بتسدوا قد ايه طبق كتير غني عنده حصص غذائية كتير عالية، وايضا ما كتير بنصح مثل ما عم نشوف نحنا في حصة بروتينات، حصة خضار، وفي حصة من الدهون. نجي لزيت الزيتون. هلأ زيت الزيتون سيد الموقف لهيدا الصحن ولهيدا الطبق مثل ما عم نشوف. زيت زيتون طبعا فينا هاي الصلصة نحن نعملها على جنب، زيت زيتون عصير حامض وأيضا رشة ملح. أوكي وهيدي رشة ملح، بس بضل في عنا الزعتر الأخضر. كمان قد ايه هالطبق حلو وقد ايه مميز. لكن السلطة اليونانية صارت جاهزة عنا، طبختنا على النار عم تغلي رح تستوي تقريبا. قبل ما تستوي بدنا نحضر الكزبرة الخضراء، طبعا الكزبرة الخضراء مغسلينها ومحضرينها، وبعد في عنا طبق رح حضره انا وياكم اللي هو جبنة الفتة مع البندورة ناعمة مع البصل الناعم، ومثل ما قلت لكم رح حط الخيار القشرة الخارجية لأن كل الفيتامينات بتكون موجودة بالقشرة الخارجية. طبعا رح حط زيت زيتون وأيضا رح حط زعتر أخضر، بدي أخلطهم مع بعضهم. وفي شغلة رح زيدها اللي هو كعب الخسة، نحن بنعرفه بيكون بآخر الخسة الكعب، بدنا نقشره ونغسله ونعقمه ونقطعه ونضيفه لهيدا الطبق الطيب اللي هو اللي بيعطيها النكهة الرائعة. لكن مشاهدينا تابعونا لآخر فقرة لحتى نحضر آخر طبق أنا وياكم، وبهالوقت بدنا نروح نحن وياكم بريك صغير وبنرجع سوا.